رح نعلن عن الفايز بالمركز الاول تنسلم جائزتها. ندعو السيده عليا كرم لتتفضل على المسرح. أنا كثير مبسوطة أقدم هيك جايزة اليوم. الموهبة اللي شفتها أثرت فيي كثير صراحة، بهرتني. رح نشوف مين الرابح معنا. الرقم 4 في في جبر. الأحلى من إني ربحت هالمسابقة هو إنه عم بستلم هيدي الجايزة من حضرتك. ميرسي. Thank you.